معنا الآن من الرياض المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر. أهلا وسهلا بك سيد محمد، مساء الخير. بداية، ما هي استعداداتكم حتى الآن وخطة الأحوال المدنية في موسم الحج؟ مساء النور، حياك الله أخوي إبراهيم، حي الأخوة المشاهدين. طبعا الأحوال المدنية بحكم أنها جزء من الجهات التي تقوم بتقديم خدمات لحجاج بيت الله وضيوف الرحمن في موسم الحج من ضمن جهات وزارة الداخلية والمنظومة الكاملة التي تعمل في هذا الموسم. طبعا الأحوال المدنية تقوم بتسجيل واقعات الوفاة والميلاد للحجاج سواء من مواطنين أو من الحجاج القادمين من خارج المملكة. أيضا فيما يخص بداية إصدار صريح الحج للمواطنين عن طريق حملات الحج، وهذه السنة يعني تكون عبر حسابات أبشر للمواطنين. أيضا تسهيل إعطاء اقتراحيات لحملات الحج في الداخل بالدخول على نظام أبشر وإصدار هذه التصاريح للمواطنين. هل لا زالت التصاريح حتى الآن أستاذ محمد متاحة بإمكان أي أحد، وإلى متى سوف تكون متاحة إصدار التصاريح الحج؟ طبعا الان الحملات بدات باستقبال الحجاج، طلبات الحجاج واصدار التصاريح. بعد ما يصدر التصريح بامكان المواطن الدخول عبر حسابه في ابشر وطباعه التصريح، وبدايه قبل كل شيء يستطيع الدخول على موقع الاحوال المدنيه ومعرفه احقيته في القيام بفريضه الحج هذه السنه او لا، بحكم الضوابط المعمول فيه. وكيف يمكن للحجاج من الخارج الاستفاده من خدماتكم؟ طبعا يكون عن طريق تسجيل واقعات الوفاة والميلاد، ويكون عن طريق الأحوال المدنية بمراجعة مكاتب الأحوال المدنية المنتشرة في المشاعر المقدسة. طبعا هناك مكتبين لإصدار هذه شهادات الميلاد والوفاة، وأيضا في على طرق حجاج الداخل قوافل في الحج توجد بعض المكاتب لتقديم هذه الخدمات للحجاج. نعم، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. المتحدث الرسمي للأحوال المدنية الأستاذ محمد الجاسر كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.